أحسن الله إليكم. المستمع فراج سوري مقيم في الأردن بعث عددا من الأسئلة، يقول في أولها: لي أخت متزوجة وكلما اجتمع عندي مال أعطيتها منه، ويوم أردت أن أسافر من سوريا أخذت منها ذهبا لتأمين مصاريف سفري، فهل يجوز أن أشتري لها أكثر من الذهب الذي أخذته أم يعد ذلك ربا؟ إن كانت اشترطت عليك أن ترده بزيادة، ترد ذهب بدل الذهب الذي أخذته منها بزيادة، فهذا ربا ولا يجوز، وهذا بإجماع أهل العلم. أما إذا كان هذا بدون شرط، أخذته على أن ترد مثله بوزنه من غير زيادة، ولكنك زدته من عندك من باب حسن الوفاء، فهذا لا بأس به، لقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم أحسنكم قضاء. ولما اقترض صلى الله عليه وسلم بعيرا و أراد أن يسدده من إبل الصدقة، قال الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بتسديد هذا القرض: لم أجد إلا خيارا رباعيا، فقال له صلى الله عليه وسلم: أعطه إياه، لأنه اقترض بكرا ورد بدله خيارا رباعيا أحسن منه، فقال صلى الله عليه وسلم: أعطه إياه، فإن خيركم أحسنكم قضاء. الحاصل أنه إذا كان هذا بدون شرط عند القرض فلا بأس بذلك. نعم.